والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل حلقات مساق أساليب البحث العلمي. اليوم رح نكون مع موضوع مهم جدا، لكن للأسف هذا الموضوع لا يلاقي اهتمام كبير بين أوساط الباحثين، ويعتبر من ملحقات مواضيع البحث العلمي، وهو Research Ethics أو أخلاقيات البحث العلمي. رح نحكي مقدمة عامة حول موضوع أخلاقيات البحث العلمي، حنحكي عن أهمية موضوع أخلاقيات البحث العلمي وأهدافه، حنحكي عن بعض الأسس الأخلاقية في البحث العلمي، حنحكي بشيء من التفصيل على موضوع البلاجيريزم أو السرقات العلمية، ونستعرض في نهاية هذه المحاضرة بعض الحالات المشهورة فيما يتعلق بالسرقات العلمية. كلمة إثكس يعني أخلاقيات، هي عبارة عن القواعد الأخلاقية اللي بتحكم سلوك الإنسان أثناء تأديته أي عمل أو نشاط. طبيعي أنه هدف البحث العلمي هو اكتشاف معلومات جديدة وعرض الحقائق للناس وإحداث تقدم علمي. الآن ليش يجب الاهتمام بالريسيرش إثكس؟ لأنه إذا لم تتم عملية إظهار الحقيقة ونقل المعلومات وإظهار الحقائق وتحقيق التقدم العلمي على أسس من الجودة والوضوح، وتكون الأمور فيما يتعلق بالبحث العلمي أمور محكومة بمبادئ وأسس أخلاقية، بكون عندنا مشكلة كبيرة. الريسيرش إثكس بتهتم بتطبيق أسس الأخلاق العامة في التخطيط للبحث العلمي وفي تطبيق البحث العلمي وتنفيذه ونشر الأبحاث العلمية. وبالتالي الريسيرش إثكس ليست شيء جديد يختص بالريسيرش، هي عبارة عن تطبيق المبادئ الأخلاقية المعروفة فيما يتعلق بالقيم والأسس الأخلاقية التي يجب أن تكون مطبقة في كل سلوك للإنسان. في ثلاث أهداف للريسيرش إثكس. ليش إحنا بنركز على موضوع الريسيرش إثكس؟ عشان نحقق ثلاث أهداف. الهدف الأول أن نحفظ ونحافظ على الأشخاص المشاركين في البحث العلمي اللي جزء من العملية البحثية. اثنين، عشان نضمن دقة النتائج والمعرفة اللي حصلنا عليها من البحث العلمي. ثلاثة، عشان نحفظ حقوق الملكية الفكرية لأي جهد علمي مبذول. خلينا نمسك الجانب الأول اللي هو to protect the human participants، عشان نحفظ الأشخاص المشاركين في البحث العلمي. أولاً يجب أن نحفظهم من أي ضرر، ما بصير نعمل تجربة تلحق ضرر بالناس دون ما يكون في هذا الموضوع أخلاقيات، يجب أن لا يتم هذا العمل. اثنين، أنه نحفظ الخصوصية للناس، يعني إذا ناس أعطونا معلومات شخصية عنهم، وهذه المعلومات مثلا ما يتعلق بالدخل، وهذه المعلومات استخدمت لأغراض البحث العلمي، يجب أنه هذه المعلومات تبقى سرية لأنها استخدمت فقط لغرض البحث العلمي ولا يجوز استخدامها استخدام آخر. أيضا يجب أنه نمنع إكراه الناس على تنفيذ تجربة معينة أو عمل شيء معين خدمة للبحث العلمي بالإكراه، يصير نوع من الابتزاز مثلا. هذا برضه يعتبر من القواعد العامة اللي بتحفظ الأشخاص المشاركين في البحث العلمي. في فئات هشة، فقراء، مرضى، فئات مهمشة، أيضا نمنع استغلالهم في أغراض البحث العلمي. ما نقوم بعمل بحث علمي يحقق ضرر أكبر من النفع اللي هو موجود فيه. أيضا البحث العلمي الموجود أو اللي مفروض أنه يتم، الأصل أنه يخدم المجتمع وما يكون البحث العلمي بحث لمجرد الترف أو في مواضيع غير مهمة. النقطة الثانية من أهداف الأخلاقيات البحث أنه نضمن دقة المعرفة اللي حصلنا عليها في البحث اللي عملناه. يجب أن يتم
ميثودولوجي او يتم البحث العلمي بصوره عامه وفقا للاسس الصحيحه والرصينه والمتعارف عليها. ايضا يجب انه البحث العلمي نعرض ونبرز وننشر طريقة البحث العلمي وطريقة العمل والميثودولوجيا اللي اشتغلنا عليها بحيث انها تكون متاحة لإعادة تطبيقها من قبل الآخرين مرة أخرى في المستقبل. أيضا عشان نضمن دقة نتائج البحث والمعرفة المحصلة من هذا البحث يجب انه البيانات اللي حصلنا عليها ما نقوم بتغييرها، تعديلها، حذف بعض البيانات اللي بتفيدش الفكرة اللي شغالين عليها أو تغييرها خدمة لهدف أنا بدي أصل إله. يجب استخدام بيانات حقيقية، ما تكون بيانات ملفقة أو في بيانات ممكن تكون ناقصة نكملها بدون أي أساس صحيح. أيضا إذا في عندي أخطاء أو نتائج مخالفة للمتعارف عليه ايضا يجب الحديث عنها ومحاوله تفسيرها وليس اخفاءها. ايضا فيما يتعلق بدقه البحث العلمي، وهذا موضوع كثير مهم لانه البحث العلمي هدفه انه يكون في معرفه جديده، وهذه المعرفه ستستخدم بعد ذلك من قبل الاخرين، ستستخدم في اغراض الحياه العمليه، في اغراض تطبيقيه، سيستند عليها باحثون اخرون في ابحاثهم، وبالتالي يجب ان نضمن بحد كبير دقة ورصانة الطريقة اللي بنشتغل عليها وبالتالي البيانات والنتائج اللي بنحصلها. أيضا البيانات الرو داتا اللي أخذناها وحتى الدفاتر والنوتس اللي سجلنا عليها البيانات يجب أن يتم حفظها حتى لو كانت بخط الإيد لعدة سنوات لأن يمكن الرجوع إليها مستقبلا. ممكن أيضا بعض الباحثين بيعرضوا نتائج وبيعرضوا أوراق علمية من أبحاث غير مكتملة، أيضا هذا الإشي مفروض ما يتم، يجب أن يكون البحث مكتمل بصورته النهائية كي نعرض نتائجه. أيضا فيما يتعلق بالنشر وإرسال الأوراق العلمية للمجلات والمؤتمرات حنحكي عن هذا الموضوع لاحقا، برضو من المواضيع اللي تضمن دقة البيانات وفيها جزء من أخلاقيات البحث العلمي إنه ما ننشر بحث نفس البحث في أكثر من مجلة وفي أكثر من مؤتمر بغرض الترقية ويصير في تكرار لعملية النشر، وهذا طبعاً يمكن في الوقت الحالي قل يكون في عنا مواقع بحث كل الأبحاث الموجودة بتكون موجودة فيها، لكن أيضاً أحياناً بتم هذا الموضوع بتم نشر نفس البحث في أكثر من مكان وهذا منافي إلى أخلاقيات البحث العلمي. ايضا لما عشان يعني يكون في موضوعيه ودقه في الشغل العلمي، لو كان في محكم او ريفيور او مقيم في مجله بده يقيم ورقه علميه يجب ان يقيمها بموضوعيه واستقلاليه دون تحيز. الهدف الثالث من اهداف الريسيرش إثيكس اللي هو حمايه الملكيه الفكريه، حقوق الملكية طبعا لأنه البحث العلمي هو جزء من جهد بشري تعب عليه، فيجب أنه نحفظ لكل من تعب وساهم حقه في إبراز دوره وحقيقة أنه هو اللي اشتغل على هذا الموضوع، وهذا بيتم من خلال السيتيشن الاقتباس والريفرنسينج، أنه أي اقتباس أو استخدام لأي معلومة أو أي مادة من بحث سابق يجب الإشارة إلى الباحث الأصلي. أيضا في موضوع الأوثرشيب حقوق الملكية، أيضا لما يتم عملية النشر بيتم نقل حقوق الملكية إلى الناشر وما إلى ذلك. أيضا فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية يعني يجب في الأبحاث العلمية وأوراق البحث إدراج أسماء الباحثين الحقيقيين وعدم إدراج باحثين آخرين لم يكن لهم دور، أو حذف حتى بعض جهود لطلاب مثلاً ما كانوش أو اشتغلوا في البحث ولم يتم الإشارة إلهم في الأوراق العلمية، حتى ترتيب الباحثين في عنوان المجلة بعد العنوان نحكي عن الأوثرز، ترتيبهم أيضاً يجب أن يكون وفقاً لمدى مساهمتهم في البحث. بصورة عامة الباحث الأول أول اسم بيكون مذكور هو أكثر إنسان أو أكثر باحث كان له involvement في البحث ومشاركة ومساهمة.
ايضا من حقوق الملكيه ونسب الفضل الى اهله. اذا في جهه مؤسسه شخص ساعد في جزء من البحث ولكنه ليس من ضمن المؤلفين، ايضا يعني من المفضل انه يتم الاشاره اليه في الورقه العلميه. طبعا ليش مهم الاعراف الاخلاقيه مهمه في البحث العلمي؟ لانه زي ما حكينا البحث العلمي هدفه التقدم البشري والحصول على معرفة، فأي عملية تغيير تعديل النتائج عرض النتائج بطريقة خطأ استخدام بيانات خطأ كل ذلك يقلل من المصداقية للبحث. طبيعي أنه البحث العلمي غالبا ما بيكون فيه شخص لوحده، بيكون عبارة عن ريسيرش جروب أو أكثر من شخص بيساهموا في هذا البحث. يتطلب البحث العلمي تنسيق، مشاركة، تعاون بين أشخاص مختلفين. الأسس العلمية والأخلاقية الموجودة بتحفظ لكل شخص، لكل باحث حقه، وبتضمن أنه المساهمة الجميع تكون مساهمة مقدرة. يعني يمكن موضوع حقوق الملكية جزء كبير من الناس ما بفضل يتعاون مع آخرين لأنه بيعتقد أنه الآخرين ممكن يستفيدوا من ما قام به هذا الشخص ومن جهده دون الإشارة إليه، وبالتالي حقوق الملكية بتشجع الناس أنهم يتعاونوا ويكون في مجموعات عمل وتحقق التكامل في البحث العلمي. البحث العلمي أيضا بيدعمه المجتمع، بتدعمه مؤسسات، بتدعمه مراكز، بتدعمه هيئات. فبالتالي إذا بصير في دعم مجتمعي للبحث العلمي من قبل مؤسسات مختلفة، يجب ضمانة أن يكون في ثقة في مخرجات هذا البحث وفي جودة في النتائج. أيضا من أهمية موضوع الأخلاقيات البحث العلمي أنه أحيانا ممكن لو باحث يشتغل في مجال الطب مثلا وغير النتائج وما أعطى نتائج حقيقية، ممكن يؤدي ذلك إلى ضرر وقتل حتى لبعض الأشخاص. في يعني كثير من الأسس الأخلاقية ليست مقتصرة على مجال البحث العلمي، ولكن أسس أخلاقية عامة زي النزاهة والأمانة والموضوعية، ويعني كلها يجب أن تطبق في البحث العلمي. حتى الاهتمام، يعني تتم عملية البحث بطريقة الباحث يكون مهتم فيها، يكون دقيق في عمل التجارب ورصد النتائج وما إلى ذلك، الانفتاح على الآخرين ونشر البيانات والنتائج، وعدم الحرص على أن يكتم جزء من هذه النتائج أو يبقي بعض الثغرات في الأوراق العلمية كي لا يتم تكرارها. والإنسان لما يقوم بالبحث العلمي ويجهز الشغل هذا ويكون باسمه، أي شخص بيقتبس منه مستقبلا بيتم الإشارة والتنويه إلى أنه هذا الشغل قام به الباحث الفلاني. أيضا حقوق براءة الاختراعات وحقوق الملكية والملكية الفكرية أيضا مهمة جدا من خلال الاقتباس والمراجع. موضوع السرية والأمانة فيما يتعلق بالبيانات اللي حصلنا عليها، مثلا باحث بيشتغل على كيس ستادز لمرضى، فبكون مطلع على البيشنت ريكورد، يعني قديش ايش اللي صار مع هذا المريض خلال السنوات الماضية. هذه ممكن تكون بعض المعلومات خاصة لا يجوز نشرها، وكثير في يعني جوانب لها علاقة بسرية البيانات. يعني لو مثلا باحث بيشتغل على استبانة لموظفي احدى الشركات، وفي موظف يعني انتقد الإدارة مثلا، لا يجوز للباحث انه يبلغ الإدارة انه الاستبانة اللي عباها الشخص فلاني هذا الموظف حكى 1 2 3. لا، اذا كان هدفها البحث العلمي هذه الدراسة ما بيجوز هذا الكلام. ايضا يعني موضوع النشر العلمي وحنحكي عنه مستقبلا، يجب انه يكون الهدف من النشر هو التقدم البشري ونقل المعرفة ونقل الخبرة ونقل التجربة، ولا يكون الهدف منه فقط الترقية أو وما إلى ذلك. أيضا يعني حتى المشرفين على أبحاث التخرج أو أطروحات الماجستير والدكتوراه، أيضا من الأسس العلمية لهم أن يكون عملية الإشراف عملية مسؤولة وفيها دقة وفيها اهتمام، وما يكون الإشراف إشراف رمزي على الطلاب. يجب الاهتمام بالطلاب وتطويرهم وتوجيههم
وحل إشكالياتهم وإلهامهم للبحث ومحاولة فتح أبواب الابتكار والتفكير أمامهم، يعني من باب التوجيه بحيث أنه الباحث بعد ما تنتهي فترة الإشراف من قبل مشرفه يكون قادر على أنه يقوم بالبحث لنفسه واتخاذ القرارات المتعلقة بالبحث العلمي بنفسه. أيضاً احترام الزملاء والتعامل معهم بكل احترام وبعدالة، سواء الزملاء في البحث نفسه أو في مجال المهنة. المسؤولية الاجتماعية مهمة جداً، أنه حتى المواضيع البحثية اللي بتم اختيارها يجب أن تكون مرتبطة بالمجتمع وبإشكالياته ولخدمة البشرية. ما يكون برضو في تمييز بين الطلاب وبين الزملاء فيما يتعلق بالعرق أو بالديانة وما إلى ذلك، لأنه يجب أن يكون هناك موضوعية في البحث العلمي. يعني أيضا من الأسس البحثية أو الأسس الأخلاقية اللي علاقة بالبحث العلمي، أنه الباحث يجب من ناحية أخلاقية أنه يطور نفسه ويحقق معرفة أوسع، ويكون الغرض من أبحاثه ومن الشغل اللي هو بيشتغله هو تطوير الذات الذي سينعكس على تطوير المجتمع. والباحث تطويره لنفسه يساعد على نقل معرفته، يساعد على إنتاج أبحاث علمية أكثر قوة وأكثر رصانة، يساعد على أنه ينقل هذه الخبرة والمعرفة للآخرين. أيضا من الأسس الأخلاقية الأمور القانونية والالتزام باللوائح والأنظمة والقوانين والسياسات، ما يكون من خلال البحث تبعه يشتغل في مواضيع مخالفة للقانون، حتى وصل الحديث فيما يتعلق بالأسس الأخلاقية إلى الاهتمام حتى بالحيوانات المستخدمة في التجارب، بحيث أنه ما يقوم الباحث بتجارب غير مصممة بطريقة صحيحة بحيث يؤذي الحيوانات بطريقة غير ضرورية. يعني ممكن يحقق هدف معين بطريقة أقل ضرر على الحيوانات، ما يقوم بطريقة أصعب وبطريقة بشعة. خلينا نحكي في الساينتفيك مسكوندكت، الأشياء السلوكيات الخاطئة فيما يتعلق بالأبحاث العلمية، تزوير النتائج، اختراع نتائج. يعني ممكن باحث ما يكون جمع البيانات تبعته كاملة، فيحاول عشان يكمل البيانات تبعته عشان يستخدمها في التحليل يعمل عملية تزوير لنتائج، اختلاق نتائج جديدة، تغيير في النتائج اللي حصل عليها بحيث انه او في البيانات اللي حصل عليها بحيث انه يصل لهدف معين هو حاطه في ذهنه. من السلوكيات الخاطئة في الأبحاث العلمية وفي البحث العلمي بصفة عامة اللي هو السرقات العلمية، بلاجيريزم، اللي هو اقتباس بيانات أو نسخ بيانات أو أفكار أو نصوص أو خرائط أو أشكال أو جملة معينة من بحث آخر دون الإشارة إليه ودون نسب هذه الفقرة أو الفكرة أو النتيجة اللي تم اقتباسها لمؤلفها أو مصدرها الأصلي. يعني برضو القرصنة على براءة الاختراع وحقوق الملكية ممكن أيضا يعني يتم هذا الأمر. يعني ممكن مثلا طالب يشتغل بحث بالكامل وفي مرحلة الماجستير يجي بعد هيك في مرحلة الدكتوراه مشرفه يأخذ منه هذه النتائج وينشرها كأنه هو اللي عملها دون الإشارة للطالب، والطالب يعني ممكن، وللأسف يمكن هذا الشيء رغم أنه واضح أنه غير أخلاقي إلا أنه حدث وللأسف يحدث، والطالب بيكون يعني مكره لأنه لا حول له ولا قوة، وبالتالي هذا يعتبر من السلوكيات السيئة فيما يتعلق بالأبحاث العلمية. زي ما حكينا أيضا نشر ورقة علمية واحدة دون تغيير، دون ما يكون في نتائج جديدة في أكثر من مجلة. ممكن أحيانا يعني بعض الباحثين يشتغل مع مجموعة بحثية في على موضوع معين ويكون هو البحث الرئيسي مثلا، بعد هيك يعني بيجي تفكير أنه يطور هذا البحث لبحث آخر ويبني عليه ويقدم مثلا لبراءة اختراع دون ما يخبر الآخرين، بحيث أن يكون هو كأنه المخترع الوحيد لهذه براءة الاختراع هاي. وهذا كلام أيضا يعني يعتبر سلوك غير أخلاقي.
ايضا ممكن من باب المجاملات اللي بتدخل في الابحاث العلميه ممكن ادراج اسماء زملاء او اصدقاء او اخرين في البحث العلمي دون ما يكون لهم اي مساهمه حقيقيه في البحث العلمي. للاسف يعني ممكن يتم اتفاق انه ضيف اسمي عندك وانا بضيف اسمك عندي بحيث انه بدل ما انت تنشر بيبر واحده وانا انشر بيبر واحده نكون احنا الاثنين كل واحد فينا نشر 2 بيبرز، وهذا كلام غير اخلاقي. يعني ممكن اذا كانوا اهل تخصص واحد يتم نقاشهم، يتم اضافه، يتم بحيث انه يكون في مساهمه حقيقيه لكل باحث، لكل اوثر، لكل مؤلف اسمه موجود على هذه الورقه يجب ان يكون له مساهمه حقيقيه في البحث. ايضا من السلوك الخاطئ غير الاخلاقي حذف بعض النتائج التي لا تتوافق مع الغرض من البحث او بتعمل نوع من الخلل في الكونكلوجن اللي بدنا نشتغل عليها. ايضا ممكن استخدام بعض الادوات الاحصائيه غير المناسب عشان تطلع النتائج اللي احنا بدنا اياها. ايضا من الاشياء اللي كثير من الباحثين بيشتغلوا عليها بيكون شغال في بحث ويطلب منه عمل ملخص لتقديمه مثلا لمؤتمر معين، ممكن لسه يكون في بدايه البحث او بفكر في فكره بحثيه معينه يكتب الابستراكت الملخص للبحث ويرسله، وهذا كلام ايضا غير اخلاقي لانه يجب ان يتم كتابه الابستراكت في نهايه البحث بعد اكتمال النتائج واكتمال كل شيء. ايضا من السلوكيات غير الاخلاقيه في البحث العلمي اخفاء بعض المراجع التي تتناقض مع نتائج الباحث او تختلف معها، يعني هدفه اظهار انه نتائجه نتائج دقيقه فبيحاول ان يخفي بعض النتائج السابقه او الدراسات السابقه اللي فيها شيء من التناقض، لا الاصل انه يذكرها ويحاول قدر الامكان انه يفسر ويبرر ليش في اسباب للاختلاف. ايضا من الامور غير الاخلاقيه انه المشرف ممكن يشتغل على الطلاب شغل كبير ويستغلهم في البحث العلمي دون الاشاره الى شغلهم، او يكون الطالب يشتغل كل الشغل الموجود ويجي المشرف مثلا يضع اسمه كانه هو الفيرست اوثر كانه اشتغل هو الشغل. ايضا من الامور غير الاخلاقيه انه المشرف ممكن يتجاهل الطلاب وما يسهم في البحث مساهمه حقيقيه ولا يسهم في رساله الماجستير او بحث التخرج ما يكون له اي تدخل حقيقي، وبالتالي الطلاب ما بيستفيدوا استفاده كبيره من الاشراف. ايضا من الامور غير الاخلاقيه انه ممكن الريفيورز اللي بيراجعوا الابحاث العلميه قبل نشرها في المجلات يضعوا ملاحظات استفزازيه انتقاميه يهاجموا الباحث نفسه دون موضوعيه، وهذا برضه يعني يعتبر شيء غير اخلاقي. يمكن احيانا برضه تدخل في مواضيع الابحاث التي لها تبعات اقتصاديه زي مثلا الادويه ومستحضرات معينه، ممكن بطريقه يعني متعمده يتم اخفاء بعض الاثار الجانبيه مثلا لدواء معين بحيث انه يتم، لانه لو تم اظهار هذه الاثار الجانبيه ممكن ما يكونش له اثر اقتصادي كبير، فبتم اخفاء بعض الاثار الجانبيه و يعني اظهار الاثر تبعه والفائده تبعته بطريقه اكثر منها من الحقيقيه، يكون في مبالغه في الحديث عن مميزات هذا العلاج مثلا بحيث انه يتم انتاجه لصناعه الادويه في صناعه الادويه بحيث يحقق الباحث مكاسب اقتصاديه، وهذا شيء بالمطلق غير اخلاقي لانه يهدد البشر بصفه اساسيه. ايضا تعريض الناس لخطر، خطر اشعاعي، واحد بيعمل تجارب على طلاب مثلا او على زملاء او على ناس دون ما يخبرهم ايضا يعتبر غير اخلاقي، يعرضهم لخطر معين ايضا هذا الامور غير اخلاقيه. خلينا نحكي على موضوع اساسي وهو موضوع السرقات العلميه بلجرزم، اللي هو عباره عن تعريفه هو عباره عن مصطلح يمثل سرقه ممتلكات الاخرين فيما يتعلق بالجهد البحثي والجهد العلمي. هو اقتباس او استخدام شغل الاخرين وعدم الاشاره لهم وكانه هذا الشغل هو شغل الباحث اللي اقتبس. يعني انا لو اقتبس او اخذ نتيجه او فكره او خريطه
او صوره او جمله او تعريف معين من بحث سابق او كتاب سابق يجب الاشاره الى هذا الموضوع، لانه عدم الاشاره تعني انه هذه الفقره انا اللي كتبها وهذا كلام غير صحيح. هذا بيشمل نسخ النصوص تكست، الفكر، الاشكال، الجداول، النتائج، البيانات، كل شيء، حتى الافكار، حتى الافكار ايضا يجب ان ينسب الجهد الى من قام بهذا الجهد. ممكن للاسف بعض الباحثين يقوموا بالسرقه العلميه او عدم الاهتمام بموضوع انه الاشاره والتنويه الى الباحثين الاخرين من باب الجهل او من باب عدم المعرفه، وهذا لا يعفيهم من المسؤوليه. الان صار في عندنا في العالم مع التقدم العلمي والمعرفي في البيانات صار عندنا يعني مواقع ومحركات بحثيه بتستطيع انه نعرف كل شيء، مين اللي كتبه ومين اللي اشتغل عليه. طبعا الجرزم بتم ان ناخذ نسخ ولصق بدون ما نعمل سيتيشن، يعني بدون ما نعمل اقتباس والاشاره الى المؤلف. ممكن اخذ جمله كما هي بين قوسين يعني بدون ما نعملها سيتيشن. ايضا حتى لو اخذنا فكره معينه وعملنا لها عمليه بارافريزنج او سمرايزنج، يعني اعاده صياغه او تلخيص بدون الاشاره اليه، انه هذه الفكره من شغل فلان، صحيح انه الباحث عملها عمليه اعاده صياغه وهذا الاصل انه يتم، او عملها تلخيص، او مثلا باحث عمل على بحثه بيستعرض في الدراسات السابقه وكتب ثلاث اسطر خلاصه بحث مكون من 10 ورقات مثلا، ايضا يجب الاشاره الى انه الثلاث او اسطر هاي بحث او من الباحث اكس مثلا. ايضا لدرجه انه اذا انت استخدمت جزء من شغلك السابق يجب الاشاره اليه، انه هذا الشغل اللي تم استخدامه ليس جهد وليس ضمن البحث الحالي، بل هو جزء من بحث سابق. يعني انا بعمل سيتيشن لنفسي انه انا اشتغلت هذا الشغل السنه الماضيه مثلا سنه 2019، 2020 استخدمت جزء من البيانات اللي وضعتها في البحث اللي عملته في 2019، يجب الاشاره الى انه هذه البيانات وهذه النتائج انا اشتغلت عليها سابقا. عملية البارافريزنج مهمة جدا، انه الاصل انه الباحث يعمل عملية اعادة صياغة للنص الاصلي. يعني الباراجراف اللي بتستخدمها وبتكتبها يجب انها ما تكونش نفس الفقرة الموجودة في البحث السابق، ومع ذلك يجب الاشارة الى انه هذه من يعملها سيتيشن وهذه اشارة من البحث السابق. عشان اتجنب البلجرزم الخطوتين الاساسيتين، الخطوه الاولى اعمل سيتيشن، اعمل اقتباس، انوه خلال النص الى انه هذا البحث مؤلفه فلان مثلا سنه 2019، وسنتحدث ايضا على غالبا في الحلقه القادمه عن موضوع السيتيشن والريفرنسنج، الاقتباس والمراجع. فاحنا لما ناخذ فكره معينه او نتيجه معينه او رقم معين او شكل معين من بحث سابق، يجب انه اشير الى انه هذا النص من البحث الفلاني. اثنين، الاصل انه اعمل عملية اعادة كتابة، اعادة صياغة للاشي اللي انا اخذته، ما يكونش فقط نسخ ولصق، بحيث انه يكون يعني جزء متكامل مع الشغل اللي انا بشتغله بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب. غالبا بتتم عملية الاقتباس انه انا بقرأ تفسير معين، بقرأ شرح معين لموضوع، بقرأ تحليل معين، تفسير معين لنتيجة معينة. الاصل انه اسكر الكتاب او البيبر واصيغ الفكرة اللي اخذتها من الشغل السابق باسلوبي، وهذا ايضا لازال يعتبر من الاقتباس، يجب الاشارة اليه، ولكن اعادة الصياغة يجب ان تكون بطريقة كل شخص يعيد صياغة الشيء اللي أخذه بطريقته الخاصة، بما يحقق التكامل والتجانس والتوازي في طريقة العرض عنده. أحياناً بيكون في بعض المعلومات ملهاش يعني مرجع واضح، لأنه كل الناس بتعرف هيك،
يعني في شيء كما يقولوا في الشرع معلوم من الدين بالضرورة، ما في داعي إنه أحكي إنه الماء مهم للكائنات الحية، هذا أصبحت معلومة معروفة وكل الناس بتعرفها. ومع ذلك عشان نخرج من أي شبهة بلجرزم ممكن نصيغ هذا هذه الجملة بطريقة تظهر إنه هذه الجملة الكل الناس عارفينها وليست مني. نقول مثلا it's well known that، يعني معروف جدا إنه، وبذكر الإشي المعروف إنه الماء مثلا هو مهم جدا للكائنات الحية ولا يمكن العيش بدون ماء، فنقول it's well known that ومنكمل الجملة. رح نختم ببعض الحالات عشان فقط نظهر إنه هذا الموضوع ليس موضوع يعني بنحكي فيه من باب الطرف الفكري أو الطرف المعرفي، لا، في حالات مشهورة اكتشفت سرقات علمية فيها، اكتشف تغيير النتائج وترتب على ذلك عقوبات. يعني في عندنا مثلا الحالة اللي أمامنا، طلع نتائج علمية ووجدوا إنه هذه البيانات يعني غير دقيقة، وإنه النتيجة اعتمدت على بيانات خاطئة، تم إعادة التدقيق والفحص، ووجدوا إنه هذا الباحث ما احتفظش بالدفاتر اللي فيها الرو داتا، النوت بوك اللي هو كان بيشتغل عليه، ولما يعني بدوا يتأكدوا من الموضوع اكتشفوا إنه الموجود أو اللي تم في هذه الورقة العلمية اللي كانت منشورة في مجلة النيتشر اللي هي يمكن أعلى مجلة في المجلات العلمية فيها مشكلة وغير دقيقة، وفصل هذا الباحث أو هذا العالم من المؤسسة اللي هو بيشتغل عليها وسحبت الورقة العلمية من المجلة. طبعاً هذه الحالات أنا اقتبستها من مصدر معين برضو عشان أظهر إنه هذا اللي أنا ذكرته له مصدر آخر وهي الموقع اللي جبته منه. أيضاً في حالة مشهورة جداً، بالتيمور كيس من سنة 84 لـ 96، هذا برضو باحث اشتغل على موضوع معين، بعد فترة جت باحثة حاولت إنها تكمل على الشغل السابق، ما قدرت تعيد نفس التجربة وتحصل على نفس النتائج، صار في تحقق، اكتشفت أخطاء، واكتشفت إنه الأخطاء هذه أخطاء متعمدة وليست أخطاء يعني إجت باي تشانس. تم تشكيل لجنة تحقيق وكان يعني أحد المدانين فيها أحد الحاصلين على جائزة نوبل، وكان في ذلك الوقت رئيس لإحدى الجامعات الأمريكية. وبعد التحقيق والتأكد إنه هذه البيانات ليست بيانات حقيقية وإنه صار في تغيير في البيانات وتزوير فيها، أجبر هذا البروفيسور على الاستقالة من رئاسة الجامعة، فقط لأنه في إحدى أبحاثه تم عملية تغيير وتعديل في النتائج وتزوير في النتائج. يمكن هذه الحالة اللي أمامنا هي تعتبر من أول الحالات، يمكن هي الحالة الأولى اللي شخص يسجن بسبب سلوك غير أخلاقي أثناء البحث العلمي. هذا باحث خبير في موضوع العمليات الحيوية ولها علاقة بالإنسان والإيجين، طبعاً هذا الشخص غير بعض البيانات ونشر أبحاث علمية وحصل على منح بحثية كبيرة جداً بعشرات بمئات الآلاف من الدولارات، وبهذا السبب لأنه هو كأنه سرق هذه المنح وهذه الفلوس، يعني تم سجنه نتيجة لسوء تصرفه. حالة أخرى أيضا لباحث آخر، أيضا اكتشف أنه هذا الباحث اللي نشر مجلتين يعني بحثين في مجلات علمية محكمة، بعد هيك اكتشفوا أنه هذا الكلام غير دقيق، واستند فيه الباحث على بيانات مزورة، بيانات غير صحيحة، ترتب على ذلك انه هذا الدكتور فقد وظيفته في الجامعة وعوقب. بالمجمل الأخلاقيات البحث العلمي هي عبارة عن تطبيق
الأسس الأخلاقية والقيم المتعارف عليها في كل المجالات اللي ديننا الإسلام الدين الحنيف أكد عليها في كل ما يتعلق بالصدق والأمانة والشفافية والنزاهة وعدم لا نبخس حقوق الآخرين ونحافظ على الملكية الفكرية وننقل العلم ولا نكتم العلم، كل هاي الأشياء والإحسان في كل شيء والدقة، كل هذه الأسس العلمية يجب أن تطبق في البحث العلمي لثلاث أهداف زي ما ذكرنا. الهدف الأول هو حماية الأشخاص الموجودين من أي ضرر، اثنين حماية الحقوق الملكية الفكرية، ثلاثة لضمان دقة النتائج الموجودة، لأنه هذه النتائج اللي حصلنا عليها هي عبارة عن ركن في بناء كبير هو بناء البحث العلمي في التخصص المعين. فإذا استخدمنا بيانات غير دقيقة للحصول على نتائج ليست صحيحة سيتم البناء على نتائج خطأ، وهذا يسبب عدم دقة الأبحاث التالية، وبالتالي البحث العلمي بيكون عليه علامة استفهام في هذه الجوانب. شكرا كثير لكم وبارك الله فيكم.